سي احمد كاين الاتحاد المهندسين وكاين نقابه المهندسين، ما تشوفش بانه حل خص باش يتم الادماج بينهما من اجل الدفاع على المهندسين المغاربه؟ شكرا لانفاس على هذا السؤال اللي هو قيم جدا واللي خصو توضيحات. اولا هاد الاجزاء ديال المهندسين هما ينتمون لتنظيمات قانونيه مختلفه بذاتا، فالظاهر ديال 1957 وظاهر 1950 الواحد منهم محدد للجمعيات والثاني للنقابات. فالاتحاد الوطني للمهندسين المغاربه فهو جمعيه وطنيه بتنظيم ديال قانوني معين، وهي فعلا من اقدم الجمعيات ديال المهندسين واللي حنا تنتمو لها وكنا تنشطوا فيها. ولكن النقابه فهي تابعه يعني لظاهر اخر 1958 واللي هي عندها اطار اخر قانوني واللي هي حاجة يعني تكمله ديال المهندسين. النقابه فهي لها حق التظاهر يعني في الشوارع، لا حق المطالبه الجماهيريه، لا حق ديال الدفاع باي وسائل تمنعها يعني اتحاد النقابات او قانون النقابات. الجمعيه لها ادوار اخرى، وهذا لا يعني بانه ما يمكنش يكون توحيد الرؤى، توحيد الرؤيه من اجل الدفاع القضية للمهندسين. فالنقابه الوطنيه للمهندسين المغاربه والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربه ما هي الا اجزاء متكامله من اجل الدفاع عن حقوق و يعني مكتسبات المهندس. فهاد درج الطور الوزير الاول درج الطور كان واحد المشروع تاع يعني 10000 مهندس، 10000 مهندس، واش هذا المشروع يعني خرج للوجود؟ وهاد المهندسين يعني فين تمت يعني الدمج ديالهم؟ فعلا الى جبنا التغطيه على الصعيد الدولي فعاد ياسر توسيبين بانه فعلا التاطير الهندسي في المغرب فهو ضعيف جدا بمقارنه مع التاطير الدولي، ويعني الدوله اللي كانت تقريبا نبذه في تونس كان عندها تاطير يعني اكبر من التاطير المغربي. لهذا تبان بانه ديك يعني العدد ديال المهندسين الخريجين في السنه فهو ضعيف جدا فيما يخص الحاجيات ديال الوطن، فيما يخص يعني المشاريع التنمويه للمغرب تيطمح باش يكون في المصاف ديال الدول يعني الرائده في هذا المجال. هذا كان لهذا جاء مشروع ديال 10000 مهندس من اجل يعني الى بغيت تقول يعني تقليص ديك الهوه ديال نسبه المهندسين المخصصه للمواطنين على صعيد الوطن، وبان بان خصنا نبداو ب 10000 مهندس، ولكن مشينا رابحين بدينا صابرين على وصلنا لجنا تقريبا ما بين 15 و 20000 مهندس ديال الخريجين. انما هاد المهندسين هو المجال ديال الادماج ديالهم موجود، ولكن باش ندمجوهم خصنا نخلقوا فرص شغل وخصنا نطوروا مشاريع كبرى من اجل ادماج هذا المهندس. يعني انما كنا حنا لاحظنا في النقابه الوطنيه للمهندسين المغاربه وحتى الجمعيات الاخرى الهندسيه بانه كان واحد السرعه في الاخراج ديال هذا المهندس، لانه كانت خصها تكون عندها مواكبه ارضيه ديال المرافق يعني ديال التكوين ومرافق ديال المختبرات والاساتذه جامعيين. وهذه النقطه يعني الى بغيت تقول كانت جات بتزامن مع ذاك المغادره الطوعيه، وفي نفس الوقت حنا خوينا المؤسسات من الاطر من الاساتذه ومن المهندسين اللي هما تيأثروا، وحنا رفعنا من الكميه. دونك حنا كانت على ما استفهام ديال الجوده اما يعني الكميه فنحن في حاجه اليها، ولكن بجوده اللي هي تتراعي يعني المعطيات يعني ديال الهندسه، يعني ذاك الحد الادنى ديال المعطيات التقنيه والحد الادنى ديال الجوده. يعني كاين واحد الحد الادنى ديال التكوين اللي هو تيخلي مهندس ما يمكنلاش ينزلق يعني الاطار اخر معين. المهندسين بين النخب اللي تهاجر المغرب في السنوات الاخيره، ما تتشوفش بان المغرب تضيع على مستوى التكوين تاع المهندسين وعلى مستوى يعني الاستفاده من الخبرات تاع المهندسين؟ هي الهجره يعني ظاهره صحيه يعني موجوده من زمان، كانت كما كاينه هجره ديال العمال فهي هناك هجره الادمغه. انما هي هجره، كاين الهجره يعني في اتجاه واتجاه معاكس، لانه كما تيخرجوا مهندسين من عندنا تيدخلوا مهندسين، لانه كاين المهندسين اللي تيقلبوا على اسواق يعني اللي هي تتراعي يعني الطموحات ديالهم وتتراعي لك الحد الادنى ديال الانسانيه ديالهم، ويمكن لهم يحدوا فيها واحد المسار هندسي اللي هو فعلا تيطمحوا له. في نفس الوقت هناك هجره مضاده، يعني كاطار في هذا الباب، يعني الهندسه ليس لها يعني ما عندهاش حدود، ما عندهاش فواصل في الحدود. لهذا الى بغى المغرب يحافظ على الاطر ديالو، حنا في حاجه ليهم، ها لان حنا بغينا حاجه ليهم، خصو يخلق واحد الجو اللي هو
اولا جو علمي وجو اللي ديال التشغيل، وشكون المهندس عنده الا بغيت تقول واحد المسار مهني اللي هو تيطمح ليه واللي هو تيخليه باش يعني باش يبقى في الوطن ديالو. كما تنقولوها بالدارجه، حتى حتى شي فار ما تيخرج ما تيفارب مهرب من دار العرس. لهنا حنا انما راه كاين اسباب اللي خصنا فعلا على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال التنظيمات نحاربوها ولا نقللوا من الحده ديالها باش المهندسين ديالنا يبقوا معنا ويستمروا في الانتاج الوطني.